جهزنا العدة وهاي السيف وفريانا جاهزين؟ أكيد جاهزين. يلا هاي الخريطة الموجودة وموجودة عندي أنا. نقول بسم الله توكلنا على الله إن الله يحب المتوكلين. إن شاء الله تكون رحلة حلوة. أصوات الشلالات في كل صوب. ندخل الحين الغابة. نعطينا اكثر عن خيار وفي بعد هنا بس هي 6 ساعات وخمس ساعات وكل مكان له منظر حلو. شو بتحصل عندك هني؟ اخترنا احنا هذا المكان تقريبا من 6 ساعات. شو كهرباء شو سريع تمنا مشي تقريبا ساعة وعشر دقائق. جاي يصير صوب الجسر فاضي. ما يفرش. هناك شلال فوق ما شاء الله مربربي. ما ادري شو تاكل.
صعدنا منه ونزلنا حلقتنا يالله فوق. ونصعد أعلى ارتفاع هناك إن شاء الله. سيف كيف حالك يا سيف؟ أوه تذل نحن مشينا تقريبا من الساعة 10 ل 12:30 الحين عاد ابتدى طلع تسخين هناك ما ادري ايش السالفه ابتدى الهايك الصحيح. اوه اللي ما عنده لياقه شو يسوي يا سيف؟ يرجع. شو يسوي؟ وبيرجع بس احنا ما عندنا كلب. الكلب يعطيهم دافع وحافز انهم يصعدون. لك ما اتوقع شل السيكل يعني مستحيل ايش السيكل. تقريبا وصلنا اول ارتفاع هذا فندق فوق الحمد لله ان شاء الله بس نكمل. وقف 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 لازم يودع صح. اخيرا وصلنا فندق سيف شو تقول اليوم؟ والله ناس صح انه تعب. ساعة كم من هنا بغيتنا؟ 10 الساعة 10 ساعة كم الحين؟ الساعة 1 ونكمل بعد. طلبنا ابل جوس ما حصلنا اكل عندهم ما ادري اذا ما طلع خمر. اول مره اشوف عصير في راس. الحين زبن كملنا هني ساعتين ونرجع يا دوب. يلا تحركنا ونكمل بعد مشوار ساعتين. هذا الفندق كابتن سيف. يلا هذا شوفون هذه مثل العنب هذه وايد زينه حق البطن
هي وحدة ألمانية شفتها قالت لي النرويج عطا. الساعة 1:30، نص ساعة لازم نرجع، نحتاج 4 ساعات ونص للرجوع. وين؟ استهبل شوي هذا ليه ما تنخرط. وصلنا البحيرة لكن للأسف سبحان الله البحيرة نشفت، لكن الجو في وحدة فوق، لكن عندنا مشكلة الحين الساعة 2:15 تقريبا، في وحدة هناك بس من تاب ان نلحق نرجع. هذه هي الاحشاز، رجوع تايم، احنا راجعين ان شاء الله بس ما نتاخر. ساعة 5:09 تقريبا، ربع ساعة بنوصل السيارة. بلشنا احنا المشي من الساعة 10 بالضبط. اللهم لك الحمد وفضل رب العالمين، وصلنا سالمين غانمين الحمد لله رب العالمين.